بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. شوطنا الرابع للصعوب ونتابع اللي قاد المسيرة في هذا شوط الإعدام مستحيل ومستحيل لحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، المركز الثاني شاهين سعيد بن محمد بن قعرور العامري، نقله إلى المركز الثالث، المركز الثالث الفارس سهيل بن سالم بن فاطمة السلمي، نقله إلى المركز الرابع، المركز الرابع خطر محمد بن راشد السعدي من يقدم خطر إلى المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس شاهين حربي بن سهيل بن صالح العامري. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نتابع شعار الشاعر مع مستحيل. حمد بن خيرة بن عزيز الشريفي هو القائد للمسيرة، هو المسيطر إلى المركز الأول، السيطرة التامة. الثاني لسعيد بن محمد بن قعرور العامري من يأتي إلى المركز الثاني. يا سلام يا سلام، بدأ يغير الميازين، بدأ يغير الميازين، بدأ يسيطر المقدمة. هذا شاهين سعيد بن محمد بن قعرور العامري سيطر إلى المركز الأول. تراجع مستحيل حمد بن خيرة بن عزيز الشريفي الثالث بعيد عنه شوي، لكن لحمد أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، لكن هني بدأ الاستعراض ما شاء الله تبارك الله. مشعار سعيد بن محمد بن قعرور شاهين يسجل الحضور الثاني وينفرد بالمركز الأول. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن قعرور العامري، نهنيه للمرة الثانية بن محمد ويستاهل هذا الفوز وهذا الإنجاز المميز، وبانفراد تام وانفراد كلي. المركز الثاني مشاهدي الكرام الثاني لأحمد بن محمد بن مبارك شامسي، ثالث لحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. التوقيت 2:19 وها هو بن قعرور يفوز بالمركز الأول بهذا الشوط.